انا سيدي كان عندي المحل ديالي في قيساريه سبده، كان بعد شيء ديال التوابل. فتحت المحل ديالي انا والخدامه ديالي انا والعمال مع 8 الصباح. مع 8 الصباح كان كدير المسائل ديالنا، كدينا العطريه كنعمر في السلعه ديالنا. يلا عمرنا السلعه ديالنا، دخل السيد تيعمرها تاي لينا، توقف القائد بالطوموبيل ديالو كحنا هناك ديال الدوله ديال القائد، وقفت قدام المحل عندي واحد شوي، وقف بالغريب انه غادي يهز لي السلعه ديالي. وداو ديال السلعه انا عندي على ورقه، عندي على القانون ديالي، ها هي ها الورقه ديالي ديال مجلس المدينه، مخلص القانون ديالي قانونيا، مخلصه ومقاد المسائل ديالو كل شيء مضبوط. عندي ورقه سيدي ديال الرخصه ديال الباش، حتى هو ها هو كنخلصو كل عام، من العام للعام تنخلصو القانون ديالنا ديال الباش ديالنا. من بعد هاد المسائل كامله كاين عندنا رخصة المحل ديالنا، ها هي من 93 وانا في المحل ديالي كان نخلص القانون ديالي. جات واحد الفترة تبلغنا انك حنا صحراواتي داريين، اصل ديالنا بوجدور، البلاد ديالنا الصحراء ديالنا. مشينا تبلغت بواحد الرسالة ديال يعني الحكومة، جاو خدوني من هنا. الدوسي ديالي راه معمر في بلمسيك، هنا في العمليه بلمسيك. الدوسي ديالي لقينا سيدي العامل تما، استقبلناها سيدي العامل معامله مزيانه، مشينا في الكار الصويره صيفنا، مشينا الصويره العمل الصويره ديالنا درنا فيها ثاني الدوسي ديالنا تما. من تما رفعونا الكيران ديال سيدنا، طلعنا عاوتاني لبوجدور، دوزنا تحديد الهويه ديالنا تما. كان مشو تقريبا واش نقول لك 7 سنين 8 سنين، وحنا تما دوزت هذه الهويه ديالنا. بعد جيت المحل مره كان يخرج الدراري هنا، راك عارف الدراري يعني ما غيكونش بحال مره كيتسد مره كيتحل بخير تسد. ملي جيت لقيت كتساني الضريبه 900 الف فرنك ديال الضريبه ديال المحل، ولقيت كتساني فلوس الباش. مشيت خلصت المسائل ديالي، قالوا لي الناس بلغهم بهذه الورقه باش يكون الاعفاء من الضريبه والباش. انا ملي شتي ديك الخاديه غير رخيصه تقريبا واحد 12000 درهم مشيت خلصتها، ما بغيتش نبقى ندور هنا ولا ندور هنا ونمشي نتي القيمه ديالي، مشيت خلصتها. خلصت القانون ديالي وفتحت المحل ديال الصلاح، كنبيع ونشري مع راسي يعني كاع القانون مخلص. هذا السيد بعد وريته هاد الوريقات ديال المسائل ديالي، وريته هاد الوريقات بان انا راني كان خلصت القانون، غيدي بموك تبخر بهم. هذا القيد بالتوني ديال الدوله، قال لي بالتوني ديال الدوله ديالو لابسه بحال هكا، قال لي جمعت ورقه ديال دخلتهم للمحل، تفاجأت بالطوموبيله وقفت من وراه مرسيدس كبيره، نزلوا منها خمسه الناس ولا هما سته اللي نزلوا منها، القايد قدامهم. كي نزلوا بداو تيهزوا لي في السلعه ديالي، كيهزوا في السلعه ديالي، كيهزوا ملي كيهزوا السلعه ديالي كنطلب هذا كنطلب هذا، والو ما بقاش بغى يحبس السلعه ديالي الزانيه كامله، وتعرضت للعنف من عنده. وهذا الشيء اللي كنقول لكم انا هنا، راه غتلاحظوه في الكاميرا، راه غتلاحظوه في الكاميرا. هزوا السلعه اللي برا كملوها ودخلوا لي للمحل، وبعد دخلوا للمحل ليا هزوا لي السلعه من المحل، هزها المقدم دخل لي للمحل داخل، وكاين ماتي ليا السلعه للدري اللي برا ديالو، وماتا القيد ثلاثه المرات. هو القيد كيشد الخشم من المحل ديالي من الداخل، كلشي جا دار الكاميرا. انا واخا كندوي في امي الكاميرا غد بالشغل ديالي، الكاميرا انا بلغت غنبلغ السلطه الكاميرا وغادي يشوفوها، انا بلغ الكاميرا الصوت وغادي يشوفوها. ملي سالوا من داك الخيش هزوهم كاملين، واحد هذه ما قلتهاش بداك يعني المكالمة الأولى فاش درت هذا الفيديو مع الناس، ما قلتهاش. بعد جا هذاك المعلم ديال الكاميرا ديالي اللي كركبها ليا، عاود ليا الفيديو، لقيتهم دخلوا ليا للمحل من قدام المحل من تحت الطابلة، هزوا ليا القرقاع من تحت الطابلة، وهزوا ليا خيشات اللوز أخرى ثاني من تحت الطابلة، فيها نقول لك كذا 70 كيلو 71 كيلو، فيها 75 كيلو عابرة منها هنايا، شي حاجة عابرة منها. يعني باش ما نكذب على صغير، هزوا ليا من تحت الطابلة ديالي، أنا ما كنتش عالم من تحت الطابلة هزوه، طرحت الكاميرا. هذا كيدوم الزوريه جمعوا ديك السلعه كامله هزوها لي امر الطوموبيل، ولقيت تيه السلعه وتيضربها قدامنا في الارض. راه مهرسينها كيهزوك القرعه ديال المزهر والصلاه ديال العسل
وتيهرس قدامنا، وملي يهرس قدامنا داك الشيء ملي مشاو هما راه حتى الخدامه ديالي ملي جمعوا داك الشيء بالشطابه راه غتلاحظوهم في الكاميرا، راكم غتلاحظوهم. اش معنى داك الشيء من الزنقه دفناها وحزنا امرنا الله. ملي وهاد الورقه بعد وريتها ليه اساس، علاش وريتها انايا؟ علاش اساس وريتها ليه؟ قلت ليه يعني راني 7 سنين وانا في الصحراء، وملي جيت خلصت القانون ديالي باش حتى واحد ما يمسني في المحل ديالي. قال لي دير ربك يسرح بها الجمال. درنا شكايه عند الوالي، عند صحاب المسؤولين، عند كاتب العام ديال الدار البيضاء، راه كان شكايه عنده، جاو خذوني من المحل ديالي ومشيت عندهم، جابوا داك الفيديو ديال الشكايه. ولكن حاليا باقي مبان ليا حتى حاجه، انا حاليا بحال حاجه باقي مبان ليا. انا كنطالب دابا تفتيح التحقيق مع دوك الناس، ونطالب السلعه ديالي اللي مشات، السلعه ديالي اللي مشات نطالب ورقه منها. الورقه السلعه اللي تحطات تما في الخيريه ما تحطاتش كامله، جاتني الخبر الطوبول وخذ في شارع النيل تخو من الناس السلعه، وإلا تحطات القضيه تما. انا كنطالب نمشوا للخيريه ونطالب الورقه ديال الخيريه ونراجع السلعه اللي تحطات عندهم، نراجعها معاهم. وداك الشيء اللي غنقول راه كلشي دار الكاميرا، السلعه اللي شاد دار الكاميرا واش تحطات كامله في الخيريه ولا ما تحطتش؟ ولكني 100% راه ما تحطتش. انا جاتني الخبر على السلعه تفرقت في شارع النيل، الناس كتخاف، مطلب الناس يشهدوا ليا بالناس طوبيط ما كتفرق. قال لك اودي حنا ما نقدو شيء، ولكن دابا حنا عندنا الدليل، ناخذوا اصحاب السلطه يمشوا معايا للخيريه ديال الحي الحسني ونراقبوا السلعه اللي نزلت واش هي ديال الحي ديال الحسنيه، الخيريه ديال الحسنيه فتحت السلعه كيقولوا. المهم نراقبوا حنا السلعه تما، الا تحطت كامله وكانت تحطت انا غنتابع القانون ديالي، ما تحطتش نتابع السلعه ديالي فين مشات، وبغيت الورقه من السلعه اللي مشات للخيريه، انه رزقي هذاك مشات تما.